الأصدقاء الأعزاء، مرحبا. راح أحاول في هذه الحلقة أو في هذا الجزء تتمة مراجعة تجربة السيد عبد الله أوجلان وتجربة حزب العمال الكردستاني بشيء من النقد. وأنا سبق كتبت في صحيفة الحياة مقالتين تناولت فيها تجربة حزب العمال الكردستاني وظهور بوادر العلوية السياسية في هذا الحزب، واستندت في المقالتين على بعض المؤشرات والمعطيات والأحداث والأشخاص والأسماء والأرقام وما إلى ذلك. انتفض أنصار الحزب ويعني ثارت ثائرتهم، وبدل الرد العلمي المنطقي المنهجي بالقرائن والأدلة، ردوا بالشتائم، يعني ردوا بالسباب والإهانات والشتائم والتخوين، وعلى أساس أنه أنا شخص طائفي وصير سني وإسلامي و أحاول أن أرضي المعارضة العربية السورية وأردوغاني وباع ضميره وكل هذا الكلام، كل هالشتائم، فقط لأنني طرحت بعض الأسئلة أنه ممكن، يعني لماذا نبحث إلا أو لا نبحث أو نحاول الإجابة عن هذا التساؤل، هل هنالك فعلا شيء اسمه العلوية السياسية؟ هذه النتيجة تستند إلى هذه المعطيات. أنتم بإمكانكم أن تفندوا هذه المعطيات والمعلومات بما لديكم ما من وثائق وأدلة من المصادر التي أنا استندت عليها، أكثر من أنه تشتموا وتهينوا وتكفروا. وهذا كان يعني سلوك وأسلوب الموالين للحزب في الرد. طبعا الكل يعلم، أو ليس الكل، يعني كثيرون يعلمون أنه السيد عبد الله أوجلان يعني كان في بدايته كان متدين ورجل ملتزم، يصلي ويصوم يعني كل الفرائض الإسلامية كان عبد الله أوجلان يعني يطبقها كشخص مسلم ملتزم. يعني في أثناء فترة تواجدي في القرية وفي محافظة أورفا، وأنا أقصد يعني منتصف الستينات لغاية نهاية الستينات، وعندما اتجه إلى أنقرة واسطنبول للدراسة الجامعية احتك بالوسط الطلابي ووسط اليساري، وتغيرت ميوله وامزجته بتغير المكان بمسألة الانفتاح، وهذا شيء طبيعي يعني من طبع الأمور. لكن بداية الرجل كانت بداية دينية، يعني بداية شخص متدين وملتزم بفروض وشرائع دينه. فيما بعد يعني اتجه إلى اليسار والفكر القومي وأسس حزب، و يعني ألقى كل هذه المسائل الدينية خلف ظهره، يعني باعتباره شخصا يساريا علمانيا ثوريا، يعني لا تسترعيه المسائل الدينية والطائفية والمذهبية. أنصار الحزب أيضا عندما كانوا يهاجمونني ويخونونني يقولون أنه نحن حزب قومي، عفوا نحن حزب أممي، حزب عابر للقوميات، حزب عابر للأديان والطوائف، ومن يحاول ربطنا بطائفة أو بدين أو بقومية معينة هو يظلمنا، يعني أقل تقدير أنه هذا مش حقيقي، ما له علاقة بالواقع. هذا كان يعني كلام، يعني لكن المعطى على الأرض شيء آخر. يعني حزب العمال الكردستاني يصطف مع نظام طائفي، حزب العمال الكردستاني له علاقة مع نظام طائفي في فترة الثمانينات وفي فترة التسعينات وحاليا أيضا، وأنا أقصد بالنظام الطائفي النظام الحاكم في دمشق وفي طهران، يعني هذا المحور،
اللي حزب العمال الكردستاني كان يعتبر نفسه جزء من هذا المحور في التسعينات، وهذا مذكور في الحوار الذي دار بين السيد نبيل ملحم الكاتب والصحفي السوري في حواره المطول مع عبد الله أوجلان. أوجلان يذكر ذلك، أنه يعتبر نفسه جزء من محور المقاومة أو حلف المقاومة وما إلى ذلك في وقت ذاك في التسعينات. في ذلك الحوار أيضا، والذي صدر في طبعتين، الطبعة الأولى في 96-97 عن دار أخيل، وهي دار وهمية، يعني حزب العمال الكردستاني طبع الكتاب وأثار جدل الكتاب يعني، ولجأ الحزب إلى يعني تجميع الطبعة ومن بين أنصاره، أثار جدل، لأنه يعني تعامل بشكل سلبي جدا مع قضية كردستان سوريا والكرد السوريين، وحاول أن يرضي النظام السوري بشكل ويتملق من النظام السوري بشكل كبير. وهذا يعني هي كانت الانتكاسة الأولى في علاقة حزب العمال الكردستاني مع كرد سوريا، لكن أوجلان يعني رد بشتائم، وهذا سيكون موضوع آخر لفيديو آخر، يعني أوجلان والشتائم وعلاقته مع يعني أوجلان، وأيضا سيكون مستند على وثائق يعني، وتعامل أوجلان مع المختلفين ويعني انزلاقه نحو الشتائم داخل حزبه وخارج حزبه، يعني هذا موضوع آخر. في الحوار في كتاب 7 أيام مع أوبو قائد وشعب المذكور، الطبعة الثانية أيضا صدرت في دار الفارابي أعتقد 99-2، وقتها يعني كان الوضع الكردي ملتهب، وجلان اعتقل، وكل شيء يعني يتعلق بحزب العمال الكردستاني وبلاكراد وبعبد الله أوجلان كان مرغوب في سوق الطباعة. وكتاب حوار مع أبو هو كتاب مهم، ويعني وثيقة يعني إدانة ضد حزب العمال الكردستاني وضد عبد الله أوجلان، ستبقى هذه الوثيقة تلاحقه يعني، بالرغم انه الان يعني ربما يا السيد يعني او الاستاذ نبيل ملحم يميل الى هذا الحزب بشكل او باخر يعني، لكن هذا الكتاب وثيقه للتاريخ، هو يعني يدين الحزب وزعيمه يعني في ذلك الوقت. في هذا الكتاب، في هذا الحوار او في ذلك الكتاب الحوار المطول، نبيل ملحم وجلان، يقوم أوجلان بتوصيف الواقع الإسلامي أو الصراع والخلافات الإسلامية، يعني يعطي خلاصات لشخصيات وأداء الخلفاء الراشدين وفق تقييم مادي يساري يعني، وهذا شيء طبيعي يعني، الرجل يساري، لكن تقييماته لشخصيات الخلفاء الراشدين مهمة ولافتة، وفيها شوي يعني تثير الأسئلة والتأمل. مثلا يقول عن أبو بكر الصديق أنه يعني بما معنى أنه يمثل التيار المعتدل واليساري أو الليبرالي، عفوا التيار المعتدل الليبرالي في الإسلام. يقول عن عمر بن الخطاب أنه يمثل التيار المتشدد العصبي الراديكالي العنفي، وعن عثمان بن عفان أنه يمثل التوجه والتيار الأقطاعي الأسري العائلي اللي يعني بيحاول يوزع المناصب على الأقربين، وأهلية بمحلية، وعمر بن عاص في مصر، ومعاوية بأبي سفيان في دمشق. وأما يعني عن علي بن أبي طالب، يقول أوجلان أنه يمثل الإسلام الثوري، الإسلام الحقيقي، الإسلام الجوهري. هاي كانت وجهة أو موقف أو تقييم عبد الله أوجلان للخلفاء الراشدين، ويعني يظهر ميله إلى علي بن أبي طالب، وعلى أنه يعني الأحق بالولاية والخلافة وما إلى ذلك. يعني عبد الله أوجلان ربما يقول قائل انه يعني كثيرون يعني
تناولوا التاريخ الإسلامي بالتحليل والمراجعة والنقد، وعبد الله وجلان نفس الشيء. يعني هادي العلوي كتب فصول من الإسلام السياسي، حسين مروي كتب النزعات المادية في التاريخ الإسلامي أو التراث الإسلامي، هيك شيء. لكن الباحثين اللي اليساريين عندما تناولوا التجربة الإسلامية والتاريخ الإسلامي بالمراجعة والنقد، يعني حتى تلميحا كمان ما لا لا يصدر عنهم حتى ولو تلميح الميل انه من هو الارجح بقضية الخلافة والولاية والمسألة، لا، بحيادية وموضوعية وبحث تاريخي، ما مراجعة مادية او مراجعة نقدية مادية اقتصادية اجتماعية وفق المنهج اليساري الماركسي لقراءة أحداث تاريخية. بينما عبد الله أوجلان في تقييمه هذا يظهر بشكل واضح أنه يميل لكفة معينة، لجهة معينة، ضد جهة معينة. هذا كان في 2016، عفوا في 1996، تقييم أوجلان لعلي بن أبي طالب على أنه يمثل الثورة والتجدد في الإسلام وما إلى ذلك. في هذا التصريح أيضا للسيد عبد الله أوجلان، التصريح بتاريخ 1 حزيران 2011، وهو منشور في قنوات الحزب والأقنية الإعلامية الإلكترونية التابعة للحزب، وأنا يعني سأنشر الرابط، أيضا رابط المصدر. أنا أخذت هذا التصريح من الموقع الرسمي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني HPG التابع لحزب العمال الكردستاني PKK، يعني الوثيقة مأخوذة من هذا، وبإمكان اللي بده يعني يتابع ويراجع يعود، وبإمكاني أن أبرز الترجمة التركية كمان، يعني الأصلية مش الترجمة، الترجمة العربية والترجمة الكردية موجودة، النص التركي الأصلي لتصريحات أوجلان، يعني حتى ولو حذفوه من الموقع هو منشور، يعني في حينه في قنوات كثيرة، يعني في أقنية ومواقع إلكترونية كثيرة، لا ينفع أيضا الحذف حاليا. يعني عبد الله أوجلان في هذا التصريح يحاول أن ينفي عن نفسه اتهامات حزب العدالة والتنمية أنه زرادشتي. يعني الإعلام التركي حتى قبل العدالة والتنمية دائما كان يتهم حزب العمال الكردستاني، يعني في الفترة العلمانية للدولة، أنهم مسيحيين وأرمن وكفار، رغم أنه الإعلام التركي إعلام دولي علماني، يفترض أنه لا تنزلق، يعني شو فرقت معاكم إذا كانوا أرمن أو مسيحيين أو كذا، هم يعني يحاربونكم يخالفونكم، ما الذي يفرق في هذا الموضوع؟ فيما يتعلق ب يعني حاليا ايضا اعلام حزب العداله والتنميه يقول انه والله زرادشتي، ايه يعني شو يعني اذا اتهموك بالزرادشتيه شو يعني المساله شتيمه؟ مش شتيمه، لا، انت بامكانك ان تقول مثل ما قال انصار حزبك، يعني السيد عبد الله اوجلان كان بامكانه ان يقول كما قال انصار حزبه انه نحن علمانيون لا علاقه لنا بالاديان والخزعبلات الدينيه والصراعات الدينيه، لا يعني لنا ذلك شيء. لا زرادشتيه، لا كونفوشيوسيه، لا ايزيديه، لا اسلام، لا يهود، لا مسيحيه، لا، كل هذه الاديان هي لكم، نحن حزب علماني او انا شخص علماني. عبد الله اوجلان كان بامكانه يقول انا شخص علماني، وهذا اي تهمه يعني تعبر عن عجز وخواء واصحابه، لكن عبد الله اوجلان لا يقول ذلك، يتهرب من هذه التهمه ويسقط نفسه في تهمه اخرى، وهذا ما سنراه يعني في سياق هذا التصريح. يعني يعني في ان اثناء تحليل عبد الله اوجلان لاصحاب هذا الاتهام يظهر أو يكشف أو يفضح ميله للرواية أو السردية الشيعية فيما يتعلق بالخلاف الإسلامي الشيعي السني، خلاف علي وأبو بكر
وعمر وعثمان وفيما بعد معاوية وعلي وفيما بعد الحسين بن علي ويزيد بن معاوية وإلى يومنا هذا يعني. وجل أن يكشف عن تبنيه للسردية الشيعية بالضبط من السردية السنية وما إلى ذلك، وهذا واضح. يعني مش بس يبرئ نفسه أنه يعني أنتم مش صحيح كلامكم، أنه زردشتي أنا مش زردشتي، بس أنتم كذا كذا وتنتسبون تاريخيا جذوركم يمتد إلى الخلاف كذا، والتيار السني كان تيار السلطة والسلطنة، والتيار الشيعي كان تيار الإسلام المسلمين الأوفياء ويمثل جوهر الإسلام ونقاء الإسلام وما إلى ذلك. هذا كلام وجلان، لنقرأه. طبعا أكرر أن الحوار في 1 حزيران 2011. تدور الدعايات حول أنني زردشتي، أود الرد على ذلك. كنت قد بينت في كتبي أيضا وذكرت أن للزردشتية تأثيرات على الدين الإسلامي، فأنتم تعلمون أن الخلاف يعني تأثير الزردشتية على الإسلام هذا ليس كشف أوجلاني، وربما أوجلاني هو آخر من اكتشف هذا الشيء. يعني باحثين كثر يعني على سبيل الذكر للحصر، مثلا الباحث والمفكر السوري فراس سواح تناول هذا الموضوع بكتب ودراسات وأبحاث تاريخية في علم الأديان يعني، وأظهر تأثيرات الزردشتية في الأديان السماوية ومنها الإسلام. يعني أوجلان ينسبها لنفسي، وقد بينت لكم أنه كان هنالك تأثيرات لل الديانة الزرادشتية على الإسلام. هذا مش شيء جديد، يمكن هو اكتشفه جديد. فأنتم تعلمون الخلافة يبدأ ويحصل الانشقاق، وجثمان سيدنا محمد لا يزال في الوسط، يعني لم يدفن بعد، حيث يحصل الانشقاق وينشب الصراع بين الإسلام الموالي للسلطة والسلطنة. وقت ما كان في شيء اسمه سلطنة، وقت ما كان في شيء، يعني حتى مفهوم الدولة الإسلامية لم يتبلور. دعوة هذه الدعوة حظيت بكم هائل من الموالين، قبائل وعشائر في الحجاز، في الحجاز. يعني إطار هاي المسألة لم تخرج من الحجاز، منطقة الحجاز المدينة ومكة وطائف وهالمناطق، منطقة الحجاز. يعني ما كان في شيء اسمه سلطنة، يعني السلطة والسلطنة. الصراع الموالي للسلطة والسلطنة وبين الإسلام الحقيقي، أي إسلام المدينة المنورة. الإسلام الحقيقي كان إسلام المدينة المنورة. فالنزاع يبدأ بين المفهوم الأموي الموالي للسلطنة والذي يواري نفسه بأفضل الأشكال، وبين المسلمين الأوفياء الذي تزعمهم سيدنا علي. يبدأ العراق بينهما، وجثمان سيدنا محمد لا يزال في الوسط. أنتم أيضا تعلمون أن جثمانه يبقى على الأرض 3 أيام. ما بعرف من وين جاب المعلومة أنه جثمان النبي يبقى 3 أيام، ونحن في منطقة يعني منطقة الحجاز، منطقة صحراوية، وما كان في تكييف وتبريد في هذا الوقت. 3 أيام، يعني 3 أيام يبقى الجثمان على من غير دفن، يعني شيء غريب. يعني حتى ولو أتى أوجلان بهذه المعلومة من المصادر التاريخية، وعنده عقل شوي يفكر أنه كيف الجثمان يبقى 3 أيام بدون يوم، يومين، 3 أيام، يعني شيء غريب. يبقى 3 أيام في الأرض. إن المفهوم الأموي قد وارى نفسه بأكمل وجه في ذلك العهد، لقد قتلوا أحفاد النبي محمد المحببين إلى قلبه كثيرا، قتلوا سيدنا الحسين بأفظع الأشكال وحشية. ويتحدث عن فقمة بني أمية وينسبها إلى يعني التيار الآخر. من هو التيار الآخر؟
من هو التيار الذي يمثل السلطنة والسلطة؟ أبو بكر وعمر وعثمان، هدلون التيار الثالث اللي بيعارضه أو الذي عارضه علي، واعتبر أنه الخلافة ينبغي أن تكون له. يعني بهذا التقييم أجل أن يشمل هؤلاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي على أساس أنهم تيار السنة الذي مهد للدولة الأموية، وهذه الدولة الأموية سحقت بشكل، يعني الإسلام السني سحقت وقتلت بشكل وحشي أحفاد النبي محمد المحببين لقلبه، قتلوا سيدنا الحسين بأفظع الأشكال وحشية. ومن يومها والصراع قائم بين إسلام السلطة والإسلام الحقيقي. السلطة الراهنة يقصد تركيا هي أيضا تنحدر من تقاليد إسلام السلطة، أما الإسلام الحقيقي فهو إسلام المدينة المنورة، ونحن نسميه بمعاهدة المدينة المنورة. ومعاهدة المدينة المنورة هي عقد اجتماعي اتفقت عليه جميع الوحدات والمجموعات المجتمعية القاطنة في المدينة المنورة، وهذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. لأنه حتى يعني ما بعرف أجلان بده شوي يعني تدقيق في هالموضوع حتى يطلق هاي الأحكام. في المدينة المنورة كان هنالك خلاف أيضا بين الأوس والخزرج. سعد بن عبادة لم يبايع أبي بكر وعمر وعثمان، وأعتقد أنه توفي ولم يبايع، يعني كان يجد في نفسه أيضا الأحقية في خلافة النبي. وهالخلافات يعني حتى يعني في المدينة هنالك مجموعات أو أجنحة انشقت وبايعت أبي بكر، وسعد بن عبادة لم يبايع علي حتى، يعني أو لا أعلم إن كان بقي معاصرا لفترة ولاية علي أم لا، لكنه لم يقل إن علي على يعني أحق منكم يا أبو بكر يا عمر يا عمر يا عثمان. علي بن أبي طالب أحق منكم بهاي، فأنا لا أريد الخلافة لي إنما أريدها لعلي، وهذا أيضا لم يقله يعني. وإن كنت مخطئ في هاي المعلومة فليصحح للناس، لكن قطعا المدينة في ذلك الحين لم تكن على قلب رجل واحد كما يقول أوجلان، بيحكي عن عقد اجتماعي وبيحكي عن كذا وعندي كل المتفقين، مش صحيح هذا الحكي. إذا الخلاف كان ما بين يعني كل المبشرين أو الصحابة الأقربين للنبي، يعني المدينة ستكون استثناء.